تعاون برافو ليوسف محمد على الناحيه اليمين. عرضيه التقدم تتلعب دخول وحلوه كاريكا برافو يا كاريكا. شوف كاريكا التقدم المرور الاختراق التهديف في مقص المرمى حلوه يا كاريكا. هدف حارق هدف رائع هدف جميل بالاختراق بالتقدم بالجدارة بالإصرار بالإقدام بقوة في الشباك هدف هلالي ثالث. وصل اللاعبين بالتقدم وبالتصويب من بعيد الأمر ليس صعبا بالنسبة لهم. الهدف الأول الهدف الأول للهلال كرة من هيثم مصطفى هذا هو المرعب والضربة الرأسية أبدا بإذن الله نتمنى ذلك. وهجمة للمنتخب السوداني كرة في مواجهة الحارس والهدف الرابع الهدف الرابع لمصلحة المنتخب السوداني. إذا السوداني يتقدم بأربع أهداف دون مقابل للمنتخب المصري الشقيق. انهيار تام لخط الظهر في المنتخب المصري كابتن شوبير كما نتابع وهنالك يقظة في الخط الناحية الهجومية خاصة من البدائل. واضح أن البديل كان ناجح جدا استفاد من كل العرضية بشة مهند الطاهر بشة والجول بيلعب كرة عرضية في المرمى جول كاريكا جملة تكتيكية كاملة الدسم جملة تكتيكية هلالية كاملة الدسم كاريكا كاريكا السابع يصبح كاريكا في مباراة اليوم ثلاثة أهداف هيثم مصطفى الى عبد اللطيف بوي العرضية خطيرة للهلال جول الصناعة من عبد اللطيف بوي كرة على طبق من ذهب محمد الطاهر لعبت كرة متأخر كاريكا وتسديد في المرمى جول الهدف الثاني